إن ميتك أن لا نجس ياسدين تيار توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حباشي وان قن وان دوت هاجي لا إله إلا الله محمد رسول الله حبال باب حيت دون تيا هن الله صادر ومن أنت سان ويدي سن النعم إن ميت كيس لنا أقول الله نعصنا السياسة دي عبد مدان لنا كل هلا دا يقيس كا وكسو كيدو الله ونحرست مرحون عبد الناصر موسى حاج عبد الدهابلي والوجود دلي مجال هذا مقدسه أيا كهاد لي جريدا مرحون كاسيل الوجود دلي مجال هذا سيم مقدسه أو كتر سنة سراكيش هيدا إكاوا إدو اللي مادية دا الصوماليا إهلا دا إيو قويس كو كسو تشيدو مرحون كاللقود دي لي مقدشو والله اللي تلفشن كا سي بي اي أيا حكومة دا دولة دا فدرال كا الصوماليا وسو تشيدي اي إن ميت كا ويل كو دا اللو كينو مقالة دا قبيلة إيو كسو تشيدو إسلامر كاسين آن لغا سياسة دا إنسي دا إيه هادل كو ديجين عبد الناصر موسى حاج عبد حدي وحوانين متعلمة وأقون تصوبر تي أفيشن كا جرمال يو إنكريس كواكا صوبرتي أقوان سراء أولى دوليست إيه هاقيست ديارة يونو شقيني هايدا رأيت كا ديارة كاوا مين كاسي قولن تشيدو قولن تي مسؤولية دي دوحي سارانتا هايو إيمي كبالا نوشاقا إن رقل واحد حيلي دول دا صوماليا عدين تي دي إيمي هايقا دو كلكم مسؤول وكلكم عن رأيتي يدا كمسؤولة سو ساريستا أدي وحاقيستي قبصان ماينو كانو هردع ماينو وحان لكن عطسانانا أنقو إهلكي يو قويسكي وكرد الشيء عبد الناصر موسى حاج عبد حدي إن ميت كان لنا سياسيين تيار توجه رسول الله صارو حواشي وان قن وان دوت هاجي أنا كان حق ولا ترى من هاي إيركي إنه أصلا لما يكون قصم من أول ما يرنو وحنو هذا عطسنا ما قد كستوا خصيصنا وش جينا نكا إسلام كاس عادي سعد ما تي إن واحد خلي له لو قد له أن ميت لسكوتش تجينا ميت كهذا إنه إيركي نهاية عن قصم من إنه صادرة حواشي وان قدرني ولا الذي أبيه أبتك أنا قا ديركي عن خص سمر نميت كات يا رضا يعني لنا غير من سيدك سال لو شو دايو تورد يا هيئة ميت كي دون تبع عدي أي خصيصو أي أرنت عن خش قاله وحسين حريص لا يصير خش ما الله وقعد سنينا إن أي ميت كاسي سي عن خص سمر نو قعنت نلبسه قليو أن الله وكانه ألكن جونو يا هالقول شيء taasan ka codsanayna aniga oo ah marxuumka adeerkii waxaan halkan ka codsanayna cid kasta oo ay khusayso haday tahay hay'adaha haday tahay dawlad haday cid kasta oo ay khusaysaba inay noo fududeeyaan si aanu meedka ugu samirno oo noo aasano isla markaana ay noo soo gudbiyaan oo noogu keenaan halkii uu ka soo jeeday anoo ah meedka awoogi waxaan ka codsanayaa cod dheer iyo cod gaaban ba cid ay khusayso dawlad iyo hay'adba in meedka si naxariis leh noogu soo gudbiyaan noo soo diyaarada noo soo saaran noo soo dhaweeyaan أنا كل سمرنا إن شاء الله تعالى. مدحوينا هسي إنه ميت كيسة سنة أقولاده. يا كعص سنينا. دولة إلا ميت كيسة الله نوكينه. يا كعص سنينا. إن الله وإن الله راجعون. أنا كعص سنينا هاي ده. يا دولة ده. صومالي أبا. إننا كعص ودن تاي. إلكي هو يكبرنا هاي. إن ميت كيسة الله أقولاده نواصنا. الله نسيه. ayaan ka codsanayna oo siyaasad iyo dib midan la naga gal ayaan ka codsanayna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan ku codsanayna dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha islaamka ee jooga waxaan ku codsanayna inaan kaaga si dhintay dhimashada waan garanaa oo dad muslim ah nahay sidoo ugu sharafta badan la in meedkayga aan ku samirna waalid iyo walaalbe ilmahayaga si dhintay meedkiisa sidoo ugu dhaqsaha badan la in la noogu keeno ayaan codsanayna dawladda Soomaaliya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oo dhintay allah uu naxariis kolayba u dhiman lahayd oo dhintay gacan ka xaqdaran baadishay waxaan ka codsanayna dadka islaamka ay meesha jooga dad gaalis ma joogaana dad islaam ah uun ba jooga kolay waa meed maxabadaas meed laga adkaysanay meed hana loo soo diro uun dadka han ku samirne hana loo soo diro uun xabaal baa bixita doontay hana loo soo diro uun intaasan weydiisanayna madaxweynaha iyo wixii islaam ah meesha jooga ee dawladda laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah kullu nafsin da'iqatul maut allahu naxariiso ناصر موسى وحن لين هيا يدي قاعدة تمر كهرباء وشقيني يعني وحن قاعد صننا ميت كأني إسكسوري جسوا سيعيو بسم راندت كودن تيرايسن سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي إيه قبل كجبلي ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا kaso xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media
kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121